لا تؤاخذني، كنت عم اشرب تفاحه. تفاحه اهلي، تفضل تفضل. كنا حابين نشرب فنجان قهوه عندكم تستقبلونا. ليه حضرتك؟ حضرتك منين؟ من الشام. اهلي تفضل تفضل. ليش ما بتستقبلوا عندكم غير من الشام؟ لا بس هيك سؤال سؤال، تفضل. ضبوا. تفضل. ما افوت لتضبوا. ضبوا. تفضل. يلا عم تضبوا انت. لا تضبوا فوت. ضبيته فتت. فضل. يلا. عملنا قهوة، عملنا قهوة. شو بدك؟ شو تعرفني؟ قديش رفيجان قهوة؟ شو بلعوا يعني بلعوا؟ لا تقلعوا لا تقلعوا، بس شيل السكينة من جيبتك، ما لاحظ شيء. وبركي طلع واحد من هون. لك أنت ما بتعرفهم، مين تعرفته؟ ها ضروري يعني واحد يجي يسيحني دمي، بيبعتوا أي واحد بهيك الحجة. بلا سلاح ما بقعد أنا مع واحد أول مرة بشوفه، ما بقعد ما بقعد. لك شغلة صار 40 سنة. هي بيكون يا واد ماتوا يا اما نسيو. هدول مريس ولا بيضيعوا؟ هلا بيكونوا عم يدوروا عم يدوروا ولا؟ امي شو قصة هدول؟ ما بدك تحكي لي؟ لك يا امي لو بعرف كنت حكيت لك. يا حاجتكم مخبيين علي، ما حد صغيرة، بدي اعرف شو اللي مخوفه لابي. لك امي حاولت معه كثير ما كان يرضى يحكي بالموضوع بالمره. عجيب. وانا كمان بقول عجيب، بس شو بدي اعمل؟ لك مليت وانا اساله ما كان يرضى يحكي. طيب ما بتعرفي حدا من قرايبينه؟ بلكي بنساله. اسكتي دخيله، ليش انا بعرف من وين لاعرف مين قرايبينه؟ ليش مو على الاساس من حمص؟ لك بنتي حمص محافظه، بس من وين من حمص؟ ربك العليم هو اللي بيعرف. شعبنا ما بيفهم غير بالرص، بس تبين له عن سنك بيطمع. تعال عليه من فوق بيخاف بيلبد. سيدي سيدي. لك اذا قلت سيدي العالم تركب على ظهرك وبتطيع. بلاها هي كلمه سيدي؟ ايدك والكف العالم. هذا الشعب ما بيجي بالحسنى. اهلا وسهلا بالمهلي. تفضل. يسلم هديات يا حق. لا لا ما عرفنا ما عرفنا شو الاسم الكريم. لا هلا ما عرفتك على حالي؟ بلا صغرى يعني بلا صغرى. لا ممتاز. شو هالممتاز؟ شو ممتاز؟ سنجق بيقولوا سنجق عدل، ليش ما بعرف. اخ ممتاز اهلا وسهلا فيك، بس يعني في سبب معين لتشريفك؟ يعني في سبب؟ عفوا لا تواخذني، التهينا بالحديث ونسينا نفوت بالموضوع. طبعا في سبب. وصفوا لي عروس عنكم، فقلت لحالي بصير صهركم. اخ ممتاز يعني بصراحه يعني فاجأتني انت، بس في بنتي. خلينا نقرا الفاتحه اذا ما عنكم مانع لكون. طول بالك طول بالك، ما بدك تعرف شو شروطها بالاول؟ ما بدنا نعرف شو شروطك انت. شروطك انت؟ ما عندي شروط بنوب، المهم ما تطلع زلمي. بحب نكتي من هالناحية. طمن طمن، بعد كم يوم رد لك خبر. ايه ما رد لك خبر. لك ليش بعد كم يوم؟ خلص هلأ العروس بتفوت بتضيفنا شاي، إذا عجبتها خلينا نقرأ الفاتحة ونتكل على الله. ايه عمو هاي الشغلة ما بتسلي اسألة، أعطينا كم يوم رد لك خبر. ايه ما رد لك خبر. ماشي الحال. دخلك من زمانك حارتكم مجاجة؟ من يوم يومك. من يوم يومك رفعتوا شي عريضة لفوق؟ لا ما رفعنا. طيب هات ورق وقلم لأمسح لك الأرض فيون، هدول غير بالرص ما بيمشوا. لك سيدي ماشي الحال ماشي الحال، بكرة حالهم بيزفتوها بيزفتوها. لك أعيش يا قديش، قال لحالهم قال هات ورق وقلم. غشيم أنت. يلا بخاطرك لكون. الله معك. أنا بوشي على البلدية هلا. فيجة فيجة.
جاي يخطب حنان. ايه يخطب حنان دغري بده يقرا الفاتحة. كأنه ما لنا مصدقين امتى بدنا نخلص منها. ايه امتى بدنا نخلص؟ شو قلت له؟ يبدي له ما بقول له شيء قبل ما اسأل حنان. ايه وانت شو رأيك فيه؟ ما عجبني منه. وقع. اذا انت اللي كل العالم بتعجبك وما عجبك، انا شلون بده يعجبني؟ خلاص مرتي جاي لما بيجي بنقول له ما في نصيب. يب ليش تقول له ما في نصيب؟ فكروا بالاول، ضروري يعني يكون من جوا مثل برا؟ يا ما في ناس انسان حلو من برا ومن جوا سم الهاري. ايوستايوس شفت بمنامي حمار لعبني خمس حجار وخسرني ترلم بعد يا حمار. لكان من ورا الطرش لورا المرش، مو كل مين طلع ورا الدركسيون صار شوفير ويعرف يسوق. معلم انت بدك تسلمنا هالكيدون شوي ليصروا ادنيك شوي. ها ايوستايوس وها ولا شو اول شغله بتعملها بس تطلع ورا الدركسيون؟ بندعس دبرياج وبنركب اول وبنطلع. معلم لا ما ضربك على دنبه، بتركب اول. معلم زبون. معلم خود منه 25 لعيونك. 25 ساكن بهديك الحارة انت؟ لا ماني ساكن هني. شو دخلك بالشارع لك؟ شلون شو دخلني؟ يعني اذا ما كنت ساكن هنيك ما بتمرق سيارتي من هنيك؟ ما بتكسروا اكساتها؟ خلص فهمت عليك. شايفك زتيتها؟ ما زتيتها، نحن هون بنحط العرايب. وإمتى بتعطي نتيجة هاي العريضة؟ رح ندرسها وبعدين بنقرر. وإمتى بدكن تدرسوها؟ خلاص بعد جمعة رجعتي. شو عم تحكي انت جمالتي؟ شو عم تحكي؟ إيه ما بزت بنتي هالزتة لو بده يطوب لي مال الدنيا. أبو جمال مو كل يوم رح يجي بنتك عريس، صار عمره من فوق الخمسة وعشرين. تضل ببيت أهلها أشرف لها من هيك جوازي. انت ليش مزعوج منه كل هالقد؟ عمل شي ما بيسوى؟ شكله ما عجبني. ما عجبني شكله. لك ما بده يستنى علينا حتى نفكر، دغري بده يقرا الفاتحة. ايه بجوز الزلمة سأل عنا وعرف مين نحنا. لا بيعرف ولا شي. ما بيعرف. قلت له استنى علينا نعرف شروطك، تعرف شروطنا؟ قال انا ما بفرق معي، المهم اطلع زلمي. قال ما اطلع زلمي. بجوز مزوحي. شو المزح بكشش البدن؟ خلاص لا يعني لا، يروح يدور غيره هون. يروح يدور. لوك يخرن نيتك. عليم الله اذا طلعت من فوقك بدهن فيك الزفت الدهن. لك من ورا الطرش لورا المرش. قسما بالله انه في عالم خلقت لحتى بس يفلحوا عليها فلاحة. ايه والله معك حق يا معلم. معلم زبون شايفه.
رجعت؟ لا ما رجعت. لك عن منين عم تحكي؟ من هون. أصبح رجعت. إيه رجعت. إيه ليش رجعت بكير لكان؟ عزفي ما عجبه المايسترو أفندي. قال عم نعزف هايدا مو دقي دقي يا ربابا. تقولي دقي دقي يا ربابا كخ. إيه هي كخ. بس غصب عنه بدك تعزف بالأوركسترا مو على كيفه. شلون مو على كيفه؟ لا ستي على كيفه. إيه لا سيدي مو على كيفه. بدي خلي بابا يحكي معه وغصب عنه بدي يرجعك على الأوركسترا. يعني ما بيصير غير ندخل أبوكي بموضوع. والله صرت أستحي. كل شغلة عم نشتغلها عن طريق أبوكي. لأنه اللي ما له سنة حقه بيتاكل بهالبلاد. المايسترو ما هو حق. أنا لا بحب لا هايدن ولا بيتهوفن. أنت ما بتحب بيتهوفن؟ بحبه بحبه. ما في شيء بينه وبين بيتهوفن كلياتهم. بس ما بحب أسمع له. لك عيب عليك تحكي هالحكي. موسيقي أنت مو بيع مازوت. والله ما اختلفنا. بس انا والله بتزوق دق دق يا ربابا اكثر من بيتهوفن. شو عمين اللي شو عمين انا رح تجنني. لك شلون ما بتحبه لبيتهوفن؟ شلون مو انت كنت تقلي انك كنت تحلق وقت اللي بتسمعه؟ اذا اعترفت لك ما بتزعلي؟ ما بزعل. احكي احكي. لك احكي. شفتك معجبه ببيتهوفن ومن لفه لفه. عملت حالي بحبه مشان طبق وطبقتي. خفت اذا قلت لك ما بحبه تطيري من ايدي. ما شاء الله عليك احترقت الطبخه. قال البيجو إلي. قال قال على أساس يعني زبطت. وهي شطبنا البيجو. قال اللانسر لميادة. قال على أساس بجيبتي صارت. وهي اللانسر رح تبقى عندي. قال ناظم نائب المدير العام. على أساس صرت حل أربط. لك آخ هذا اللي أبوه بيفهم. أم صغره 5 سنين مو مثل أبي مكبرني 2 سنين من شافوت على المدرسة بكير. يا حريشك يا أبي الله يرحمك الله يرحمك. ما كنت تحسب حساب ابنه. نائب المدير العام. إيه ما بدي شي لهالكلمة هي تصفي هيك. المدير العام. يلا بيحبسني هالوش. اشتقت لك كثير. وانا كمان. يلا بدي اخذك سيران حلو كثير كثير مشوار بيطير العقل. انا بدي اروح على البيت هلا بيغلي قلبي امي. لك لك شو يغلي قلبه؟ انا لما كنت بقياسك اصلا امي ما كانت تسترجي تقلي لوين رايح. روح يلا اطلع. لا بتزعل. لك تزعل اصلا بعد كم يوم انت بتصير من حقي وما عاد لك روح على البيت بنوب بنوب. وين بتحب اخذك؟ وين ما بدك. اطلع لاقول لك لكور. أمك عملتني بعبه ما هي؟ لا ما بتجيب سيرتك بنو. بدي اياك ما تتذكرني بالمرة مو؟ تفضل يا أبي. شو معنى لو جستية؟ لو يعني لو. شو الثانية؟ جستية. ما بعرف. إذا اللي معهم كفاءات ما عرفوا شلون لكان اللي واصلين لصف الرابع شرواي بالخير بدهم يعرفوا؟ يا بي معلش إذا اتصلت بمرت عمي. معلش هدول بيت عمك مثل أهلي. معلش إذا سألت إن كان بدها شي مساعدة. طبعا هي مرت عمك مثل أمك. معلش إذا لقيت مخلص أحكي معه تليفون. إذا كان مخلص هني ما في روح بنوب. قبل ما تصيري على عصمته ممنوع تأتي معه وبتحكي معه ولا دقيقة. أنا رح أتصل ببيت عمك. إذا كان مخلص مو بالبيت رح خليكي تحكي مع مرت عمك. خلاص يا أبي بلاها بلاها. يا ربي شو بدي روح ساوي ببيت عمي إذا مخلص ماله هنيك؟ شو بدي روح أعمل؟ مرحبا أخي. مخلص رجع من سفرته شي؟ لكن خلي مسنير تحكي مع كنتها
بدها تشوف اذا بدها مساعدة او شيء. ايه سلمي على عمي، مو تتبلكمي ما تعرفي تحكي كلمتين. امسكي. الو مرحبا عمي. يعني خلص هلا؟ لا ما خلص، بس بدنا نستنى شي 5 سنين تانيات، وشفيق بدل ما يضل 7 سنين مدير يضل سنة واحدة، يعني لا بيلحق يجمع شي ولا منلحق نتهنى بالعز. ايه شو بده يجمع؟ شو بدنا نوال؟ كأنك جاي من المريخ. ما بتعرفي المدراء العامين شو بيجمعوا؟ ايه شو بيعرفني؟ ما كنت ولا مرة مدير عام. وأنا كمان ما كنت، بس عم شوف وأنتي عم تشوفي المدير تبعنا شو عم يجمع. آه فهمت قصدك، نائب المدير العام تبعنا كمان عم يجمع. طيب جوزك ليش ما عم يجمع؟ من شان ما تصير صوفته حمراء قبل ما يصير مدير عام، ساعتها بيبطل يصير مدير عام. أهلين شفيق. مرحبا نوال، شو لسه ما خلصتوا؟ عم نستناك. قومي نوال منوصلك بطريقنا، قومي. طلع لي على هيام بس تطلع مشان نلمحها. بابا لك هيام وحبيبة قلبي ان شاء الله بيقبشني هلوش يا رب. معلش اخذها تمام انا. ليش عفوا مين حضرتك؟ ما سمعت هي عم تقول بابا؟ ايه ولو كان، بس انا شو بثبت لي؟ شو بيثبت لك؟ هاي هويتي خي تفضلي. طيب ماشي، نحن المهم ان البنت وصل على البيت. ماشي ماشي بابا. يلا سلم على اختك لسو. مين اختي؟ لك هاي اختك، ما بتعرف انه اختك لسه في عندك اخ ثاني ما لحقنا نجيبه اليوم. ما لحقنا يا حبيبي، امك عم تحطك بمدارس خاصه مشان بكره بس تيجي تقربي لي بيتي. هات شنطتك احمل اختك، لقلك الشرطي ما فوت لنا الهونداي تبع الخراب هون. هاي جبت لكم كنتكم وبعد ساعتين برجع باخذها. يلا خاطرك اخي. يلا يلا عندي شويه واجبات بساويهم وبرجع لعندك. لا 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 فوت، في رسمات جديده بدي ارجيك اياهم. فوت. الله يثبت علينا العقل والدين، بس برجع بشوفهم. يلا خاطرك. مع السلامه. اذا رجع مخلص ما بتخليهم اثنين مع بعضهم البعض؟ ما اختلى رجل وامراه في غرفه واحده مع بعضهم البعض الا كان الشيطان ثالثهم. شو عم وصيك بنتك هي؟ خلاص اخي لا كلها كوكري، اذا اجا بتناوق عليه بدي اقلع له عينتين وتنتهي. منيحه منيح. سميره يلا بخاطركم. الله معك خير. رد الباب وراك، رد الباب. شو عمي؟ وين مرت عمي؟ مرت عمك عرفت انك جاي عم تساوي غدا على قد الماء يعني المناسبه. تفضلي تفضلي. مرت عمي؟ يا مرت عمي يا بيت اهلين، اشتقت لك حبيبه قلبي. حبيبي تفضلي لجوا. بتعرفي حبيبه قلبي؟ أنا لما ما بيكون مخلص بالبيت بساوي غدا من قريبه، بس لما أنتي تلفنتي وقلتي إنك جاية طارت ضبنات عقلي، قلت يا بنت اقلبي الطبخة وساوية محاشي شلوني معك. بتجنني، بس مرت عمي أنا جاية لحتى أنظف البيت. عيوني أنتي البيت نظيف. بعرف مرت عمي، بس أنا جاية لحتى ساعدك بالشغلات الصعبة. بدي أمسح الإزاز، عطيني ممسحة، أنا مالي جاية لأكل، جاية لحتى ساعدك. طيب حبيبة قلبي خليني أول شي سوي لك فنجان قهوة وصيك إياه وبعدين بتشتغلي. لا لا مرت عمي ما بدي أشرب قهوة، جاي لحتى أشتغل، عطيني مثل ما بدك طالما أنك جاي طاحشة على الشغل. تفضلي اشتغلي. بدي بلش من فوق. مثل ما بدك. ميادة في مجال ما نوصل رفيقتك كل يوم؟ انت من شو مزعوج؟ المخلوقة بيتها على طريقنا والبنزين على حساب الدولة. المشكلة بزوجها، كل يوم بيكون عم يستناها على الطريق. لو ما عم يستناها ما في مشكلة. وشو المشكلة إذا كان عم يستناها على الطريق؟ مضطر سلم عليه، ما بدي العلاقة تتوتر من غير ما نحس. يعني انت بتعرفي انا وين وهن وين، لازم يكون في فرق.
طيب منوصلها على المفرق، مو ضروري لقدام البيت. ماشي الحال هيك؟ ايه ماشي. يا ربي ليش تأخر ولهلا؟ يا ربي وين بده يكون؟ وين بده يكون؟ لك بيجوز عند حدا من رفقاته، طولي بالي. مو عند رفقاته، اتصلت بكل رفقاته ما في حدا. بنستنى لنا شي ساعة زمان. يا عيني، ساعة زمان بتخرب الدنيا، خلينا نخبر الشرطة. خبر الشرطة؟ شو بدها تساوي الشرطة؟ ما بعرف، تساوي أي شيء بتدور عليه، بابا إذا ما بدك تروح أنا رايحة لحالي. خبر الشرطة، طولي بالي، خلص. وين بدها تكون راحت يعني إذا المعلمة معه؟ والباص لهلا ما إجا لهون. طيب أعطيني رقم المعلمة وأنا بسألها. طيب شو ماما؟ شو قالوا لك بالمدرسة؟ طمنيني. قال المعلمة بتعرف بس ما بترد على التليفون. رجعي اتصلي، خدي عنوانها وروحي لعندها. طيب بدلنا هاي كمان. شو بقى هي كمان؟ مكسورة من جنبها ومو مغسولة منيح. شعر؟ شعر ولا كسر؟ جيب لنا وحدة صار. أنا دافع مصاري أنا وولادي مشان نقعد باحترام، صح ولا مو صح؟ صح. على رأسي. تعال قلها بدلنا هاي الكاسة كمان. شو بقى هالكاسة كمان؟ مو نضيفة، 100 واحد شربان فيها قبلنا. تقرا؟ بقرا، بعدين أنا وولادي جايين لحتى ننبسط، مو جايين مشان نشرب كاسة مي ننعذب 20 مرة. أيوة محل إلك وابنها يا انقلي يا علي. فما مثل ما بدك معلم. هات هويتها. شو بدك فيها؟ بدي حطك شاهد يشتكي عليهم لوزارة الصحة. قوم أخي قوم نقي الزبدية اللي بدك اياها وخلصني بلا وجع طراق. والله إيدك هيك وبقيت العالم معلش يمرضوا يعني؟ ولا ما في وزارة الصحة عنكم هون؟ ولا مفكر إنه بتفرطلني بزبدية محلاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي الحال أنا بورجيكم. شو عم تعمل؟ بدي اخذ الزبدية على وزارة السياحة والمحلاية على وزارة الصحة، خليهم يشوفوا شو عم تطعموا العالم. وما بي انت وياه قوم مفكر ما في غير محله، خذ من ايدك على حالك، هي حقهم كمان. شرفوا الا بالله. من يطلع لنا الزلمة كمان؟ انتوا بتشكوا بحدا شيء؟ ما منشك بحدا، لو منشك ما كنا اجينا لعندك. طيب عاد هلا نحن رح نكتب اوصاف الولد وبنعممها. شو كان لابس؟ يعني ما بتكون تدوروا عليه؟ وين ندور؟ إذا ما عندنا معلومات واضحة ومحددة ما فينا ندور. ما عندكم شي طريقة تدبروا الموضوع؟ ما عندنا يا عمي، الشغلة مو سحر. شو أنا بعمل لك أبرق دبرة شيري بر برم بيطلع الولد معي؟ إذا ما مسكنا راس الخيط ما فينا ندور. ما أقول يكون راح لعند أبوه؟ يا بابا ما بيروح لعند أبوه وبتقطع له راسه. ليش مو سوا؟ مع الأسف ما كفوا 3 أشهر. يا جماعة لازم الأهل يصبروا وفكروا بس يصير في ولاد، ما لازم يفكروا بالطلاق مباشرة. إيه مع الأسف ما عرفنا إنه في ولد مصنبع على الطريق إلا بعد الطلاق بكم يوم. شوفي خير خير. 20 مرة اتصلت وما حدا رفع السماعة. الخط مفصول. وين هي بنتي؟ ليش ما وصلها الباص مثل كل يوم؟ أخذها أبوها شو ما راح البيت. لك أنت معلمة، أنت مين سمح لك تعملي هالشي؟ بلكي مو أبوها. ورجاني هويته. ورجاكي هويته، أنا بفرجيك. ومين هالغبي اللي قال انه صهري مانو موهوب؟ المايسترو. شو؟ المايسترو؟ ان شاء الله هذا اللي بيلبس لي جاكيت الكريكه وبيحط لي هالبابيونه وبيمسك لي هالعوده وبلش يأشر لي فيها وبيهز لي شعراته يمين ويسار. بابا الله يخليك عم بحكي عن جد. خلاص حبيبتي اروح ولا يهمك. هلا انا بتصل بهذا المايسترو وفهمه بانه ادهم موهوب وغصب عنه. وإذا رفض؟ يا سلام، وما أحلانا يرفض يعني. أبشيل المايسترو كله. إيشو الله خلقه كسر الآلة؟ لك بنتي الشغلة ما بإيده. يعني قل له لأدهم يحضر حاله للبروفا ولا استنى لحتى أنت تحكي مع المايسترو؟ قل لي. لك طبعا قل له يحضر حاله. لك بنتي أنا اللي بحدد شو بده يعمل المايسترو، ما المايسترو. كبرني هالوش. ليكني نازلة.
شايف هون هذا عنتر وقت كان عم يقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند يقطر من دمي. وشو هذا اللي حامله التاني بايده؟ تم. وشو عم يعمل التم بايده؟ هو مو تم، هو سيف، بس هو بشبهه بتم عبلة. كان يقول على سيوف الاعداء لمعت كبرق ثغرك المبتسم. عنتر فهمنا ليش جن لحتى عم يحكي هالحكي. انت شو مجننا ليكون في شي عبلة من ورا ظهر ام سمين؟ لو كان في عبلة كنت شفتني عم برسم، بس من قلة حيلتي مع العبلات بلشت ارسم. مو هون، لو هون كان فتح الباب. اسألوا اسألوا الجيران. مين له صاحب هون؟ على مين بالفي؟ والله اغلب الظن على ابو سمير. تفضل نشوف ابو سمير. يلا جاي. يلا تفضل. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. مرحبا. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. شفت لنا جارك؟ مين جارك؟ مرزوق. شو قتلتي؟ لا مو قتلتي، اللي عاوزينه بشغلي بس. لا ما شفته، بس مطلوب. ايمتى شفته آخر مرة؟ الصبح. يا تفضلوا سيدي، غنوا عنا، تفضلوا. لك يا عمي أبو سمير، هلا مو وقت الغداء. لك يا أخي ما معنا وقت، والله ما معنا وقت. شرفوا، هلا شرفوا يا جماعة، شرفوا بيت أبو سمير مثل بيتنا وعز. استنوا عندي، استنوا عندي، تفضلوا. تفضلوا. فايز. نعم سيدي. خليك واقف هون. حاضر. وبس يمر مرزوق فورا خبرني. حاضر سيدي. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. يا ابي كنت خليني اجلي الجليات قبل ما نروح. مالت عمك بتجليهم، انا ما سمحت لك تجي لهم مشان عرضك لمفرس الشرطه. امشي وراي لشوف. الله وكيلك سيدنا، ما بنقدر نتنفس، بيكتب فينا شكوى. ترى انه ما بيسوى؟ لا حرام. صاحب نخوه بس ما بيتعاشى. بدي أعرف كيف وحدة منكم قدرت تقضي معه 3-4 أشهر؟ أي ما بينطق. شلون أنت كنتي بعاشرتي؟ نصيب أم سمير، نصيب. سيدنا ما في أوقح من عينه أبداً. بفوت لعند البني آدم أول مرة على البيت بتقول خلقان عنده بالبيت، بس إذا احتجته بتلاقيه. بحياته بيكون مو شايفك، بحاكيك كأنك إجير عنده، بس إذا احتجته بعد شوي بباوي لك صباطك. سيدي سيدي، مرزوق جاي من رأس الحارة. لحالك؟ لا تعيد هون، وين رايحة؟ إن شاء الله بدي كوب الحرس ونخلص منه. خير خير، شو بكون؟ شو القصة؟ شو في؟ وين هي؟ وين خبتها؟ سمعونا سمعونا شوي. وين الأولاد؟ رجعت كل واحد لعند أمه. شو في ليش؟ أنت شلون بتعمل هيك؟ شو شلون بعمل هيك؟ شوف أولادي ممنوع يعني؟ أخي مو ممنوع، أولادك بدك تشوفهم تشوفهم. خبر أهلهم بالأول، مو تسرقوا سرقة. ما سرقتون، أنا أخذتهم على المطعم ورجعتهم. هلا هيام بتكون بالشارع والبيت مسكر. لا تخافي، حطيتها عن جارتكم ووصيتها فيها. لك حماتي شو هالجرأة؟ مو جاكيت عمي هون؟ تاني مرة إذا بتعيد هالشغلة راح أتهمك بخطف الأولاد وذكك جوات الحبس. قد الله ما بيقدرني، فهمت ولا ما فهمت؟ لا ما فهمت سيدي. إذا الواحد إله قرايب بالشرطة مو معناتها بيتصلبط على العالم، ونحن كمان بنوصلها لفوق. قلنا لساني بيعجبك. لك أخي أنا ما بعرف إنه لا بيعرفوني الله وكيلك، بس الجماعة إجوا على المقفر وقدموا شكوى وأنا من واجبي حقي بالموضوع. لو ما بتعرفون وبيعرفوك ما كنت متحيز إلون. بدك تزتني بالحبس على أرض الله ما بيقدرك. ما هيك يا مامي؟ شو قطس يا مي؟ بدي زتك بالحبس مو لأني أنا متحيز، بس هيك ما بيصير يا أخي، تصرفك غلط. لك ليش أنت بتعرف شو عم بيصير حتى تحكو؟ يعني اللي ما له واسطة بهالبلد مهضوم حقه ما بيقدر يشوف ولاده. يا أخي شوفون حقك، بدك تشوف ولادك شوفون، بس أعطي خبر بالأول. لك هيك كنت بالأول، بس كانوا يرفعوا السماعة ويطبشوها، بعد ما طلعت فنت هي الكاشف ما عاد رفعوها بالمرة. مزبوط الحكي يا أختي؟ ليش هو بيتصل إلا ليزعجنا؟ يا بيتصل بعد الغداء منكون ملقحين، يا بيتصل بعد نص الليل منكون نايمين. ولو يا أختي ولو، الله يرضى عليكي، اسمعي للآخر، بعدين ما عجبك كلام اطبش السماعة بوشه، فهمتي ولا لا؟ ما بيصير تطبش السماعة بوشي، أنا إمتى ما بدي بتصل وبسأل عن ابني، عرفت شلون؟ بيجوز يا أخي، بيجوز شوف أنا موحش، بتصل ولا ما بتصل؟ بتصل.
شفيق؟ ما في شيء، مشغول بالي. من شو؟ 5 سنين بدي استنى القرار. قرار شو؟ قرار التقاعد. خايف يصير لي شيء قبل ما يطلع تقاعد. بتعرفي اذا تسرحت قبل ما اصير مدير عام شو بيصير؟ بموت طقيق. استنيت كل هالعمر تستنى لك كمان شوي، ما بيأثر. شو ما بيأثر؟ هدول 5 سنين حاسسهم مثل الاشغال الشاقه المؤبده كمان. طيب قوم نام واحلم انك مدير عام. ما بدي احلم اني مدير عام، مليت من الحلم، كل عمري احلم فيه، بدي يصير واقع بقى. طيب روح احلام انك وزير منشان يصير الحلم يستاهل. شوفي شبك شبك شو صار لك؟ شوفي شبك. هذا كلام سياسي، كلام كبير كتير. هذا الحلم كبير علي، إذا صار بخاف منه كتير. ماشي، أحلام إنك معاون وزير. بحبك بحبك بحبك. لك حاج بقى بخجل. قولي بدي اسمعها من تمك. خلص فهمت فهمت. انا كمان مثلك. خلص بقى استحي. كيفك ناظم؟ لا مو لازم ابو الخل، شو عم تشوف قانون ولكن هذا المسلسل؟ ايه المهم هلا ايش البريد من الوزاره؟ بك يا حبيبي انا ما عم بسالك عن تقاعد المدير العام، العام على الشغله، عم بسالك اذا اجى البريد ولا لا؟ ايه لك يقطع عمره على الشغله، عم بساله اذا البريد اجى من الوزاره بيقول لي لا، ما وصل تقاعد المدير العام. شايفين؟ البس وروح على الشغل، خلص عاش لبك حالك بهالشغله. مالي رأي اصلا دابح من النعاس. اليوم ما في شغل. طيب قوم نام مرتاح. مالي حيل، ما بعرف رخى بدني. جيبي لي شي غطا ستي علي الله يخليكي. طيب شفيق وصلني على الشغل ورجع نام، يا اما اطلب منهم يحطوا لك شوفير. مو قلت لك نعسان كثير، خايف نام ورا الدركسيون، اذا مو بنروحها بالرجعه، خذي تاكسي. ذبحنا الساندويش يا رجل، حتى في البيت صرنا ناكل ساندويش. اطبخ، شو ناقصك ما تطبخ؟ الا ولا عندي الصبح، خذ خضراتك وبس ترجع على البيت اطبخ لحالك، ولا الا خبرني انا بعمل لك كل شيء بدك اياه. لك ليش فاضي اطبخ؟ برجع من الشغل على بيتي ميت من تعبي، الله وكيلك مقضينا رقد مثل الكلاب. بعيد جواز، مرتك بتصير تطبخ لها. مو حتى رايح عروس مثل العالم. ولا حركة. طع النفس. طع النفس، اوعى تتحرك. عصبت. شو هي؟ لك برغشة. قلت نسوان أنت الثاني يا رجل. مو قلي، بس أنا ما بدي حي الله. طيب، أنت قلي مواصفات البنت اللي بدك إياها، وبفكر لك بركي بعرف شي حدا أنا. أول شغلة يكون وضع المادي ممتاز. يا أما قدامه ورثة مشان نعيشه من بضاعة مثل البشر. ساعتها اي مخرج بصعب علي راح دقه بقص بين عيونه. عدم المؤاخذه يا حبيبنا، اللي عندك كل هالمواصفات على شو بدها تاخذك؟ ما عم اقول لك ملكة جمال، بجوز وحده مو حلوه ما حدا عم يطحش عليها، وحده مطلقه، وحده اخلاقها صعبه. ايوه شلون بدك تدبر حالك معها اذا اخلاقها صعبه؟ بربيها. ايه فكر لك. عن اذنك. الله معك. على مهلك على مهلك على مهلك. العمى ما عاد تستحيت لك يا رافي، خد لك شي بسكوتة طعميه للشوفير. Thank you.
عليكم. أهلي أهلي. يلا يلا حطوا إبري على الشاي. فينا معلم؟ دقيقة راجع لك. تعال خطل علق أنت وياه. ولا قالكم عبوا لحالكم فتح الحنفية وتسكيره ما بده دكتور. بس حاسبونا بالأول. طالع أنت وياه. مو في طول جوا جاي عريس لنا. مو قلت له بعد اسبوع؟ قلت له بس بالظاهر ما بيسمع غير اللي بيحكيه هو. ايه يلي بيحكيه هو. قوموا قوموا سوينا برا شاي. ساوي شاي حطوا فيه ملح انجليزي. ايه ملح انجليزي. لمين الملح الانجليزي؟ طب شو الحل تعبي الكلب يا سرعه يا سرعه هاي؟ حاسبتهم وقلت لهم يعبوا لحالهم. ما بتخاف يسرقوك؟ بيسرقوك. لك يا سيدي يسرقوني ليش؟ انا دافع حق على المي. المي ببلاش. شو صار معكم مش عم سالتوا عني ولا ما سالتوا؟ ها انا بدي اسالك سؤال. تفضل اسال. ليش امبارح قلت لي اسمك ممتاز؟ قال ليش قلت لي اسمك ممتاز مع انه الكل بينادي لك مرزوق؟ كلهم بينادوا لك مرزوق. لك انا بالاساس اسمي ممتاز بس بيندهولي مرزوق لانه اي محل فوت عليه بدب في رزقه. هلا علي هلا علي. هيك بدنا نضل واقفين؟ خلينا نفوت نقعد نرتاح مشان رجلك. ايه تفضل فوت. لا انت بدك تفوت. فوت اخي فوت. علي الحرام ما بيفوت غيرك ابي. عم لا فوت ما راح فوت. انت بدك تفوت قبلي. ايه لا قدرت ابرك فوت. تفضل. مرقت لك على البلدية ما خليت. ان شاء الله قريبا بيمرقوا لعنكم مشان الحارة يزبطوا لكم اياها. كتر خيرك كتر خيرك. شو صار معكم؟ اخذتوا رأي العروس؟ غبلك جمعة ما قلت لك غبلك شي جمعة؟ لا ايش الجمعة؟ شو العروس بتقرر على المازول؟ لك هاي شغلة ما فيها مزح. مزح ما فيها. واحد بده يفكر. ايه بده يفكر. ماشي الحوت. ليش اخذ هاي المروحة؟ 560 560. لعبانين عليك ب 160 ليرة، حقق 400. اخذها بالتقسيط، تقسيط اخذها. إذا بالتقسيط لعبانين عليك ب 100 ليرة، أصلاً بتزيد 60 ليرة بس. لك أخي نسيك. هاي رقم تليفوني. من هون لأسبوع، إذا قبل أسبوع قررتوا ووافقتوا اتصل فيي مشان عروس. ماشي. وإذا تبعات البلدية ما مرقوا لعنكم من هون لأسبوع اتصل فيه لأمسحلح فيهم الأرض. ماشي؟ ماشي. لك شو صار بالشاي؟ شو بعدك نايم لهلا ولا؟ ما نمت طول الليل. شو؟ وعليه؟ ليش ما بتاخذني معك نام بالاوتيل؟ لتصير معلم، بعدين بتنام بالاوتيلات. ايه معلم. معلم، طيب خليني سوق هون شوي، باعتبار المطرح فاضي وما في حدا. طيب، شو أول شغلة بنعملها؟ ننزل افرام الايد. ايوه هفارم عليك. وبعدين ندعس دبرياج وبنقلع. بنعطي غماز على الشمال يا حمار ليعرف اللي ورانا انه نحن طالعين. مضبوط معلم. صرت محروج من الطريقة اللي عم منفرد فيها على الأوركسترا. ما في عيناش حبيبي، هذا حقك، وإذا حدا بيفتح تمه خبرني، أنا بخلي بابا يسكر له إياه. ليك إذا خلص بكير مرق لعندي بلكي نروح نستنى بشي محل. أوكي حبيبي. أوكي. باي. باي.
اخذ من مصاري. امك طعمت هالجيشه خيت حتى تشوف الغرقه. انا رايح. امك طعمت هال شو فيها؟ عم تصفن فيني فيها؟ شو اللي معجبك فيها؟ شو اللي معجبك فيها؟ رح تجنني.